السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. غنبدا معكم الفيديو جوله في ميسيو بريكولاج. شوف هادو البنات غزالين، عجبوني، واخا الحجم ديالهم صغيورين كي كيجيو حلوين. كاينين في لارجونتي، الثمن ديالهم كان 70 درهم. لقيت هاد البلاطوات دايرين لهم 240، ولكن صراحه شويه لو بري زايدين فيه، سورتو هاد الموديل راه ديجا كاين في السوق، يعني قدام بزاف، شي عامين هو دابا باش كاين. كاين هاد لي بورت كلي، ماشي شي حاجه. المهم غير وريتكم الديزاين حيت كاين الناس اللي كيعجبهم هاد الموديل هكذا. كاينين هاد لي كروشي هادو اولا العلاقات، كيجيو هكا فيهم ثلاثه القليبات، غير هادي كنطيح ليها القليب. صراحه الستيل ديالهم زوين بالنسبه للناس اللي كيقلبوا عليهم. المهم انا صور، هو تبارك الله الخير كاين، انا حاولت نصور لكم حاجه حاجه من الحويجات اللي كاينين. هاد لي بلاطو هادو ديال العود، جايين فيهم داك الديزاين ديال القبس، كبارين هادو، غزالين، يصلحوا هكا فوق شي طبيله في شي جريده، وهذا يجيو فني ونين فيهم. هاد المرايات كذلك، هادو كلهم عود البنات، ماشي قبس، مصبوغين بالبيض. هادو كيجيو شويه صغار، ولكن ستيل ديالهم زوين، دايرين شي 270 درهم الوحده. صراحة جاني الأثمنة زايدين فيهم، ولكن لي موديل يقدر الإنسان ياخدهم ويخدمهم عند النجار، غيجي ويطلعوا ليه أرخص. كاين هاد الديكورات هادو كيتعلقوا هكا في الحيوط. نعاود نقول لكم راهم عود، ماشي قبس. كاين هاد الموديل الصغير فيهم داير 130 درهم، هادوك الكبار دايرين يمكن شي 200 وشي حاجه. وحاطين واحد الموديل فيه في الطبيله جا زوين، تيحمق بحال ديك الطبله البلديه القديمه، دايرينها في هاد الديكور. صراحه فيه زوين، وفيه هكا ديكورات مختلفين، يعني زواقه مختلفه على الاخرى. كاين كذلك في المرايا. المهم الشكل ديالهم زوين، ولكن كيبقى الثمن شويه مرتفع. هاد لي ستاتيو هادو اولا فيد بوش، كتحطوا فيه لي زاكسسوار، ولا في الدخله ديال الباب تحطوا فيه سويرتات، المهم اي حاجه. زوينين، عندهم دي موديل غزالين، واخا الاثمنه عاوتاني بزاف، ولكن الشكل ديالهم زوين. هادو دي بورت بوجي بيجو باردون ديال لي زاكسسوار، الشكل ديالهم زوينين، ديال الفودان جو بونس. كاين هاد التريو هذا ديال لي فاز، وهذه هي اللي عجبتني، دايره 200 درهم، بورت بيجو، غزال الشكل ديالها، فنيونه، فيها بلاصه فين تعلقوا سنيسلات، فين ديروا طوانق، اي حاجه. كاين هاد الفراقات، ولكن البنات الكاليتي ديالهم عيانه، هذاك الوسط غير بلاستيك، وما الديزاين غزال، الا شفتوه هكا في الشوفه زوين، ولكن ملي كتقلبوا الكاليتي ناقصه. عندهم هاد لي كاج، ولكن دوك صغيورين، دايرين ليهم 270 درهم، ولكن راه صغيورين بزاف. كاين عاوتاني هاد لا لومب هادي، تاهي زوينه هكا في لي شومبغ ديال البنيتات، هادشي حلوه. كاينين هاد لي بلاطو، الديزاين ديالهم زويون، كيجي اونصومبل ديال جوج ديال البياسات، ولكن راه تقيسوه غير بصبعكم اي طوا. لا كاليتي ديالو عيانه بزاف، هو الديكور فيه، ولكن الصح ما صحاش. كي قلت لكم كيجيو جوج، واحد صغر من الاخر بشويه، الشكل ديالهم زويون، ولكن ما صحاش، ما ننصحكمش بهم. والثمن ديالهم كاين 300 درهم. هاد لي فلوت هادو كاينين عندهم، ولكن اللون ديالهم ما هو برونز، ما هو كحل. كتجي الباكي فيها جوج، كاين هذاك الشكل ديال الفلوت، وكاين هذا الشكل الاخر. هذاك الفلوت كيبقى رخيص، داير شي 220 درهم جوج، وهذا الكبير داير 320 درهم، مع العلم انهم كاينين على برا كيتباعوا البياسه ب 170 درهم. هاد التريو هذا ديال المرايات كاين ديزاين بزاف، كاين هكا مرايه وحده اشكال مختلفه. هاد الموديل هذا عجبني، حمقني، الشكل ديالو غزال بزاف، الثمن ديالو كان شويه طالع شي 240 درهم. كاين عاوتاني هاد التريو هذا، كتجي وحده اوفال وجوج كيجيو دايرين، شي 170 درهم. كاين هاد التريو هادو حتى هما زويونين، الشكل ديالهم دايرين 150 درهم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هاد الشبيكات، هادشي ديال الكوزينه في الدوغي، مدخلين منهم مسيو بريكولاج، تبارك الله، كاين واحد لو شوا كبير، سليلات ديال الرونجمون، هاد لي ماغميت هادو، هاد ديال لي صوب، حمقوني الشكل ديالهم. الصغيره دايره 189، والكبيره دايره 250 درهم. كاينين في الدوغي، كاينين في لارجونتي، كاينين لي كاغاف، كاينين البرارد. المهم واحد لو شوا كبير في الدوغي، دخلوه كارفور، عندهم شكيلات زوينين. من بعد دخلت المرجان باش نتقداو، بانوا ليا البنات هادو،
دايرين لهم في مرجان ب7 دراهم فيهم مشكلات. هادو البنات غتلقاوهم عند صحاب 5 دراهم، دايرين لهم غير 5 دراهم. المهم انا هادي غير قلت ضروري نوريهم لكم باش ما تقلبوش، سيروا خدوهم عند صحاب 5 دراهم، راه موجودين فيهم بزاف ديال لي ديزاين. وكي قلت لكم لو بري كيبقى ب5 دراهم. بالنسبه لهاد المقيله ديال 7 العيون، كاينه هادي لي بلا انا عجبتني، وحتى دوك الدويويرات ديالها كبار بارابور لهاديك الاولى اللي كانت خارجه. وهاد لونسومبل حمقني يا البنات غزال، المغميط دايره 330، وهاد الكاسرونه هادي صراحه كنفكر ناخذهم ولكن كنقول بلاش بركه عندي بزاف. وهذا البنات نطلبكم اللي مجرباه واخده وزوين تقولها ليا بغيت ناخدو، خفت ما يستقش ليا، داير 220 درهم. اللي عجبني فيه السطل ديالو صغير يعني ما يشدش ليا لي سباس، وهذا الشيء اللي باغا انا، جاني براتيك ولكن كنسمع باللي فيهم بزاف ديال الميتاسيون وخفت لنتصيد. المهم الا كنتو مجربين نوع عفاكم ردوا عليا الخبر. المهم دخلت بغيت نوريكم البنات، هذا خديتهم في مسيو بريكولاج على قبل ولاش مشيت. هذا ديال النمل دقة بطلة البنات غزال، الاستعمال ديالو شنو كتشدوه، هي بودر كتجي بيضة كتشدوه كتخويوه في البلاصة اللي فيها النمل، ما بقيش غادي تشوفوا هذاك النمل. الله يسمح لينا ما كان بيش نقتلو، ولكن راه بزاف اون فوا كتبان وحدة صافي كيهجم عليك كامل، كتحط الماكلة حتى حاجة مازال ما تتبقى هي هاديك. المهم كي قلت لكم داير 20 درهم تلقاو في مسيو بريكولاج غزال، وخديت هاد سيغافي في الباغا فارماسي او لا سيغاف، لان برا كيقولوا سيغافي وهنايا في المغرب سيغاف غزال البنات. هاد لابوم انا خديت بوم حيت فيها كريم ايدغاتونت وبوم ايدغاتونت، عطاوني معاها هاد ديك لا كريم لافونت كيعطوها لي كونشونتيون، قلت غادي نجربها الا جات لي مع وجهي صراحه حيت ما عمرني استعملتها، ناخذها لحد الساعه مازال ما جربتهاش باش نقول لكم. ولكن هاد لابوم غزاله عرفتي كتضغطي مزيان، صحاب لا بو سونسيبل ما خفتو منها والو، ما غادي تحرقكم ما دير لكم والو. وكي قلت لكم لي ضغطاسيون ديال بصح البو تبارك الله كبير، خديته ب 145 درهم في البارا، فيها تقريبا شي 400 غرام اللي فيها في هذا في 400 وشي حاجه تبارك راه ما ديرو، هي فيزاج ايكوغ ولكن انا صراحه خديتها على حساب الفيزاج. ودابا غادي ندوز باش نوجد ليهم شي حاجه هكا غوتي وعشا، غندير ليهم طاغلياتيل كاربونارا. اول حاجه درتها الماء حتى غلا ودرت فيه الملحه والزيت البلديه، ورديت لي بات ديالي تسلقوا. ديروا اي نوع ديال البات بغيتوا، في مقيله درت واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وبصله هكا بصله موينه شلطتها، وغادي نضيف ليها شويه ديال البصله، غادي نشعل عليها بطبيعه الحال وغنخليها حتى تشحر. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا الزبده تقدروا ديروا زيت البلديه، انا اكثر هي طيابه بزيت البلديه، ولكن كاينين بعض الاكلات اللي صراحه تيجيو بنان احسن بالزبده، ومنهم هاد الاكله هادي حيت جربتها ديجا بالزيت كتجي بالزبده احسن والد. المهم كنخلي البصله حتى كطيح شويه صافي، وعاد ديك الساعه غادي نجي ناخذ شامبينيون. الا كان عندكم طريكان افضل اكيد، انا ما عنديش، درت الشامبينيون المعلب، ولكن ضروري اي حاجه كانت معلبه سواء مايسة ولا اي كان ضروري البنات تغسلوه باش اوموا نقصوا شويه من دوك المواد الحافظه، ضروري هذه خدوها عندكم صافي. غادي نضيف الشامبينيون، غادي نحرك مزيان نخليه يتشحر شويه، غادي نجي ناخذ لا دان فيمي فوالا مشات ليا سمحوا ليا، نقطعوا هكا مربعات او مربعات صغيورين هذا القياس. هذا انا درت الكونتيتي اللي درت هنايا 300 غرام، بالنسبه لي بات درت نص كيلو. لا دان فيمي او لا اي شاركوتري بغيتوا البنات تقدروا تضيفوها، لكم الاختيار. المهم انا كنفضلها هكا بلا دان فيمي، بغيتوا الجامبون بغيتوا اي حاجه كي قلت لكم كيبقى لكم الاختيار. كنحرك مزيان حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم، ونخلي شويه هذاك لدن يتشحر مع باقي المكونات باش هكا يشرب النسمه ديال المكونات الاخرى. غادي نجي من بعد نضيف ليه الكريمه. الكريمه انا عندي هاد بيراتوش، بيراتوش هادي كدار للطياب كيف ما كدار للطبخ زوينه، ولكن كتبقى دانيكا احسنهم. غادي نضيف تقريبا واحد
السيترو هكاك ديال الكريمه، غادي نخلط مزيان العناصر مع بعضياتها، غادي نخليها شويه تبدا تغلي، ماشي كاع ما توصلش كاع لدرجه الغليان ولكن تبدا تغلي. غنجي ناخد واحد العلبه ديال بوريزيما الحليب المركز، بالنسبه اللي ما توفرش عنده فاكيد تقدروا ديروا الحليب العادي، ولكن كتبقى بوريزيما احسن، كتعطي لذة غزاله. راه انا اكثريه هكا لي سوب اللي كيكونوا بالحليب كندير فيهم غير بوريزيما، كيعطي مذاق غزال بزاف. صافي غادي نخليها اون فوا غادي تبدا تغلى، غادي نجي ناخذ واحد الكميه ديال الفرماج. هنايا ديروا اي نوع ديال الفرماج اللي بغيتو، شي دار ولا اللي توفر عندكم. انا هنا عندي الاضاءه ضفت واحد الكميه منه. من بعد غادي نجي نضيف كذلك الموتزاريلا واحد الكميه، الكميه كتبقى على حسب القياس اللي بغى يضيف كل واحد، يعني كيبقى لكم الاختيار. كنحرك هكا شويه الخليط باش تنسجم العناصر مزيان مع بعضياتها. كي قلت لكم ما ضفتش الجبن حتى بدات الكريمه كتغلى باش كتشد شويه في راسها، لان اون فوا كنضيفوا الجبن ما كنخليوش بزاف فوق النار. فهاد المرحله ملي كنضيفوا الجبن عاد ديك الساعه كندوقوا الملحه، كنشوف واش الملحه عندنا هي هذيك، الا احتاجيناها كنضيفوها. في الاول ما تنكثروهاش، علاش؟ حيت عندنا الفرماج مالح، عندنا الشاركوتري تيكونوا مالحين، داكشي علاش ما كنكثروش الملحه. يعني حتى لهاد المرحله فاش كنضيف الفرماج وكنتاكد انه داب عاد كندوق، وديك الساعه كنزيد القياس. ضفت كذلك شويه ديال البزار، البزار ما نكثروش، وغادي نخلط المكونات كاملها حتى ينسجم لي، حتى نحس بديك الملحه دابت، واكيد هذاك البزار تخلط مع باقي المكونات. كتجي البنات غزاله، واللي زوين فيها اكثر انها فيتفي، ما كتحتاجش منك واحد المجهود او لا واحد الوقت كبير باش تخدموها. انا هنايا المقله غادي تعذبني، داكشي علاش غادي ناخذ الكوكوت فاش طيبت نيت لي بات. من بعد ما صفيتهم غادي نردهم للكوكوت، وغادي نجي غادي نخوي عليهم لاصوص من الفوق. الا كانت عندكم نتوما المقله عريضه كافياكم انكم تخدموا فيها، غتزيدوا ديريكت لي بات فوق هاد لاصوص. انا كي قلت لكم غادي تعذبني الا ضفت. وانتم كيبان لكم من المقله كي كتجي لاصوص كتجي هكا خطره، كتجي غزاله يا البنات. هاد الاكله فنه فنه لذيذه. لي بات كاربوناغا اصلا تيكونوا بنان، ولا بيتو تخلطوا حتى اكثر من نوع ديال شاركوتري تقدروا تخلطهم. صافي غادي نخلط المسائل كلها باش تنسجم وما تبقاش عندي الحشوه غير في واحد البلاصه. وفوالا كانت هذه هي الاكله ديال اليوم، اكله سريعه بحكم اليوم اكيد راه كنت خدامه وخرجت ومشيت قضيت التقضيه اللي كانت خاصاني، وجيت وكان ضروري ما نطيب شي حاجه هكا منها غوتي منها عشاء. فكرت جاتني هذه هي اسهل حاجه وقلت ضروري دايره نتقاسمها معكم. قدمتها هكا مع شويه ديال الفخوماج، غير هي خصها تكال سور بلاص، كيتصايبوها تاكلوها. جربوها كتجي غزاله، وكي قلت لكم سريعه. هنا غنقول لكم بسلام عليكم، خليت لكم راحه البال، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وشكرا لكم بزاف 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 على التعاليق ديالكم والتشجيعات ديالكم وكلامكم الزوين، الله يخطيكم والله يعطيكم يا ربي كل حاجه زوينه كتمنوها، والله يسر لكم الامور يا رب.